السلام عليكم. إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم، والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه النقم. بهذه الأنفاس الحرة كان الشهيد الزبيري يرصد مخاضات الثورات التي تبدأ بالأنين وآهات الحرية المكتومة التي تنتهي بزئير الشعب الغاضب في وجه جلاده. وكما هي مخاضات الثورات الوطنية، كانت ثورة فبراير تمر بمخاضاتها التراكمية السياسية والاجتماعية وصولا إلى التدفق العظيم الذي أعلن فيه الشعب الوصول إلى مرحلة لا عودة. ولم يعد الثوار إلى منازلهم حتى غادر المخلوع أسوار دار الرئاسة. بحسب متابعين، فإن ثورة فبراير كانت ضرورة وطنية وشعبية للخروج من الانسداد السياسي والاجتماعي والممرات الطويلة والمظلمة التي حولت جمهورية الشعب إلى ميراث خاص بأحمد والعائلة الحاكمة. التوريث، البطالة، الطفولة والأمومة المهددة، النظام التعليمي الذي كان يتهاوى، الصفقات الاقتصادية المجحفة، القضية الجنوبية، الوحدة الوطنية والسياسية المهددة، تلك الأسباب التي كانت فبراير نتيجة طبيعية لها. انتخابات 2006، الحراك الجنوب السلمي، الحراك المدني النقابي الطلابي والأكاديميين والصحفيين، والحراك السياسي لأحزاب المعارضة، الوعي بالحرية المتنامي وسط الطلاب والشباب المتصل بالتكنولوجيا، كانت تلك أيضا تراكمات فبراير بالنسبة لأصدقاء الحلم العابرين إلى ضحى التاريخ اليمني الحديث. مشاهدينا الكرام، عن مخاضات ثورة فبراير التي أدت إلى اندلاع الثورة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. لم تكن ثورة 11 من فبراير لحظة طارئة ولا موجة عابرة في حياة اليمنيين، إذ سبقتها إرهاصات ضرورية وحتمية لتفجر الثورة. كان هناك ثالوث يضرب اليمن من أقصاه إلى أقصاه، حيث نشاط تنظيم القاعدة تجاوز الحدود المحلية والإقليمية. فحادثة الطرود المشبوهة وكذلك المحاولة الفاشلة للنيجير عمر فاروق بتفجير طائرة فوق مدينة ديترويت يوم عيد الميلاد عام 2009 أثارت فزع واشنطن التي وضعت خططا من بينها التدخل المباشر في اليمن. الحراك الجنوبي الذي بدأ سلميا خلال العام 2007 تحول إلى احتجاجات عنيفة ومصادمات مستمرة مع قوى الأمن في المحافظات الجنوبية، وسقط على إثر ذلك العديد من القتلى، ما أجج حمى الصراع والاحتجاجات التي أخذت منحى أكثر خطورة ومناطقية ضد أبناء المحافظات الشمالية. أما حروب صعد الست فقد أثبتت الأحداث مدى عبثيتها واسترخاصها لدماء الجنود اليمنيين الذين اعتبرهم نظام صالح غير موالين لنظام العائلة وغير متناغمين مع فكرة توريث الحكم لنجله الأكبر. ستة حروب كلفت خزينة الدولة الكثير واستبيحت فيها الدماء اليمنية بنزوات الحاكم الفرد. لم تتوقف الحرب التي كانت تبدأ وتنتهي باتصال هاتفي من صالح على اتفاق شامل يعيد للدولة هيبتها وللجندي اليمني كرامته، بل أهديت محافظة صعدة للميليشيا. مؤتمرات إقليمية ودولية عقدت على مدى السنوات الأخيرة قبل العام 2011 لمحاولة إنقاذ اليمن من الانهيار الوشيك، ومنها مؤتمران عقدا في العاصمة البريطانية لندن بحضور دولي مكثف وتركيز كبير على المخاطر القادمة من اليمن. كان العالم الغربي يؤكد على أهمية دعم وتفادي الانهيار، لكنه واجه مشكلة أكبر، إذ أثيرت تساؤلات عن مصير الدعم الذي لم يجد طريقه إلى التنمية. قضية ضرورة بقاء الرئيس علي عبد الله صالح في السلطة وحل لمشكلة الدورتين، أنا أقول لك هذه قضايا رئيسية. علي عبد الله صالح موضع إجماع داخل المؤتمر، داخل المجتمع الدولي، حتى المعارضة في الغرف المغلقة. انسدت الحياة السياسية بعد إقدام النظام على خطوات فردية مهددا بتصفير العداد الرئاسي والمضي نحو الانتخابات بشكل منفرد، ما أدى إلى تحرك قوى المعارضة التي شكلت جبهة إنقاذ وأعلنت عن حركة احتجاجات سلمية شملت معظم المحافظات اليمنية. زارت هيلاري كلينتون صنعاء في 10 يناير من العام 2011 كأول وزير خارجية أمريكي يزور اليمن منذ العام 90، بهدف البحث عن مخرج آمن للأزمة السياسية التي سببها نظام صالح. وحاولت كلينتون
القيام بدور وساطة بين السلطة والمعارضة وطرحت فكرة ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وكعادته حاول النظام المراوغة، لكن شرارة الثورة فاجأت الجميع وانطلق هدير الجماهير المطالبة برحيل النظام. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا أستاذ معن. يعني سيشاركنا أيضا هذه الحلقة عبر الهاتف الأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجية والإعلام من عدن. مساء الخير أستاذ باسم، عبر سكايب أيضا. نعم تسمعني الآن أستاذ باسم؟ أسمعك تمام. أهلا بكما معي في هذه الحلقة عن فبراير. لو بدأنا معك أستاذ معن بالحديث عن العديد من المخاضات التي مرت بها اليمن ربما وأنتجت ثورة فبراير، ذكرنا البعض منها في المقدمة، كيف تتحدث أنت عنها؟ في الواقع أزمة النظام السياسي في اليمن أزمة قديمة وعميقة، وبعد شهور قليلة من تحقيق الوحدة في مايو 1990 كانت البلاد قد دخلت في أزمة عميقة، وحتى التجربة الديمقراطية التي تمتعت وقتها بقدر معقول من الحرية والتوازن سرعان ما عادت الأمور للتأزم، مع رغبة علي عبد الله صالح في تجاوز الهامش الديمقراطي واستعادة الطابع الشمولي للدولة، دولة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة. وصولا إلى الحرب، الحرب كانت طعنة كبيرة في شرعية النظام السياسي، والأخطر أنها كانت ضربة كبيرة جدا بفكرة الهوية الوطنية التي هي مشروع حديث في الواقع يعود إلى الخمسينات، وهي أمر مختلف عن النزعة الثقافية اليمنية. فكرة الدولة الوطنية، دولة الشعب، هي فكرة حديثة أسستها الطلائع الوطنية في الخمسينات وفي الأربعينات، وكانت مدار العمل الوطني والسياسي والثقافي لجيلين أو ثلاث أجيال. وتطورت أزمة دولة الوحدة ومحاولة إعادة فرض نظام شمولي مطلق، تطورت لتتحول إلى أزمة عميقة مع بروز مشروع التوريث الذي أقدم عليه النظام عندما شعر أن ليس هنالك توازن في المجتمع، وأنه يستطيع أن يفرض سيطرته على بقية الأطراف. ما نقل الأزمة في الواقع إلى صلب التحالف الحاكم، انتقلت الأزمة لتتعمق داخل أطراف المؤسسة العسكرية المهيمنة، وهي رأسها لم يكن رأسا وطنيا ولكن كان رأسا عصبويا وقبليا، وحتى مع التحالف المشيخي في حاشد. وكان تجلي أزمة الطبقة الحاكمة تعبير على المدى العميق للأزمة. ومع تطور الأحداث برزت ظاهرة الحراك الجنوبي منذ عام 2007، وقبلها الحرب في صعدة التي استنزفت المجتمع والتي عبرت عن فشل الدولة الوطنية وبداية عودة أوهام أحلام الاستعادة النظام الإمامي والأسر الإمامية لسطوتها واستعادتها كما تعتقد أنه حقا شرعيا وإلهيا في الحكم. نعم، إذا أستاذ معنا ننتقل أيضا لضيفنا عبر سكايب الأستاذ باسم الشعبي. مساء الخير مرة أخرى أستاذ باسم. يعني لو تحدثنا عن التراكم السياسي والاجتماعي أيضا من 2001 أستاذ باسم، والذي يعني تابعه الكثير من المراقبين للوضع في اليمن، والذين قالوا ربما كان له الأثر الأبرز لتشكل أو لولادة ثورة فبراير. نعم، يعني الأخ معنا استعرض بشكل واضح جدا المراحل التي يعني مرت بها السلطة في البلد والتي أجهضت فعلا مشروع الدولة الوطنية في اليمن. وهذه التراكمات في الحقيقة يعني جعلت اليمنيين يفكروا بمخرج وحل لهذه الأزمة، أزمة الدولة في اليمن. وبالتالي أزمة الدولة في اليمن هي التي أنتجت كافة الحروب والصراعات شمالا وجنوبا،
وفي الحقيقة جعلت اليمنيين يفكروا بجدية فيما يتعلق بمسألة التغيير السياسي في البلاد والانتقال إلى وضع آخر. جربت القوى السياسية كافة الحلول التي كان يعني ترى من وجهة نظرها بأنها ربما تؤدي إلى تحسين طبيعة النظام السياسي ويعني إدخال بعض الإسعافات لمشروع الدولة اليمنية وإعادة الروح للدولة الوطنية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن النظام السياسي ممثلا في الرئيس المخلوع كان يتصدى لكل هذه المحاولات التي قامت بها القوى الوطنية في البلد، وبالتالي يعني سد الأبواب أمام العملية الديمقراطية وأمام كل يعني مناحي التغيير، ولم يترك أي ثغرة ممكن أن تنفذ منها القوى الوطنية لتحقيق يعني لمسات حقيقية في إعادة الروح لمشروع الدولة الوطنية. كل هذه التراكمات وكل هذا العناد والإصرار من قبل النظام الحاكم لسد كافة أبواب التغيير في البلد تمهيدا للانتقال لمشروع التوريد الذي هيأ له بشكل مبكر، في الحقيقة يعني جعلت اليمنيين يفكروا في يعني حل جذري لمشكلة النظام السياسي في البلد وأزمة النظام السياسي في البلد، وبالتالي بدأت بوادر التفكير بالثورة الشعبية والنضال السلمي تقريبا من عام 2000-2001. بدأت النخب السياسية والأحزاب السياسية تتحدث عن مشروع النضال السلمي، وبدأت تقوم بالمظاهرات السلمية في أكثر من منطقة يمنية، وبدأت التجمعات السلمية تنزل إلى الشوارع مطالبة يعني بالتغيير، وكان سقف هذا التغيير يعني سقفا يعني متواضعا حينها. هذا التغيير يعني لم يرقى في حينه إلى مستوى يعني إسقاط النظام السياسي وإعادة بناء نظام جديد يهيئ فرص حقيقية لمشروع بناء دولة وطنية ومعالجة كافة القضايا السياسية التي نجمت عن أزمة هذا النظام السياسي. وبالتالي تدرج اليمنيون في عملية النضال السلمي حتى 2006 عندما كانت هناك انتخابات استطاعت أحزاب اللقاء المشترك والقوى الوطنية أن ترمي بورقة مهمة في هذا الصراع الانتخابي، مثلا في الفقيد جاء قيصل بن شبلان، وكان هذه يعني رسالة جادة من قبل القوى الوطنية بأنها فعلا حقيقة تتطلع بشكل جدي لعملية التغيير السياسي في البلاد وتغيير رأس النظام السياسي باعتباره يعني هو الأزمة الحقيقية لهذا البلد، وهذه ما يحصل في البلد هي نتائج لأزمة هذا النظام. في الحقيقة كانت انتخابات 2006 مرحلة ومنعطف هام جدا في مسيرة النضال اليمنيين صوب عملية التغيير السياسي في البلاد، ثم توالت فيما بعد يعني عمليات التعبير عن تطلعات الشعب اليمني لعملية التغيير السياسي. نما الوعي لدى الجماهير ولدى الشعب اليمني حتى جاءت 2007 أثناء انطلاق نعم. قبل أن نتحدث عن نعم قبل أن نتحدث عن الحراك السلمي في 2007 دعني يعني نأخذ رأي الأستاذ معن. أستاذ معن، يعني تحدث الأستاذ باسم عن العديد من النقاط ربما التي كانت تحولات سياسية معينة، تحدث عن محاولة القوى السياسية والوطنية في يعني التغيير، ولكن كان هناك تصدي واضح من قبل رئيس المخلوع لهذه القوى الوطنية، ويعني سد كل الأبواب أو الثغرات التي يمكن الولوج منها. ما رأيك أنت أستاذ معن، يعني ما هي أبرز المحطات السياسية التي ربما شكلت ثورة فبراير؟ هي الأزمة الاجتماعية والأزمة السياسية تعمقت، وفي الواقع رغم أن الثورة اليمنية ربما تعد الثالثة أو الرابعة بعد انطلاق قطار الثورة العربية من تونس في ديسمبر 2010، لكن البذور والإرهاصات الحراك الثوري في اليمن هي قديمة، وأتصور أنه يعني إضافة إلى قيام اللقاء المشترك ما
منذ بداية الألفية. هذا اللقاء الذي دفع مهندسه ومؤسسه الشهيد جر الله عمر حياته في سبيله وفي سبيل تطور سياسي معين، أراد أن يخرج الناس من الصراعات الأيديولوجية نحو صراعات قائمة على البرامج السياسية، ومحاولة تفكيك العداء بين التيارات الروحية والفكرية الأساسية في اليمن، التيار القومي والتيار الاشتراكي والتيار الإسلامي. وكان التجلي الأبرز لأزمة الدولة الوطنية هي حروب صعدة في الواقع ابتداء، لأنها من ناحية عبرت عن دخول اليمن في مرحلة محاولة حل الأمور بالسلاح، من ناحية للقضاء على بعض التشكيلات العسكرية وإضعافها، ومن ناحية أخرى هذا الأمر عبر عن سقوط مشروع الدولة الوطنية واستعادة أوهام الحكم الطائفي والحكم السلالي والحكم العائلي لبعض الأسر الإمامية. عبرت عن هذا الطموح وانتقلت إلى العمل على الأرض لتأسيسه في حروب مفتوحة في الواقع. وكان طبعا الأزمة الوحدة وأزمة الدولة الوحدة قد بدأت مبكرا حتى قبل حرب 94، وتطورت احتجاجات بدأت منذ 95-96 خصوصا في حضرموت، وحتى وصولها إلى انطلاق الحراك الجنوبي بشكل رسمي في 2007، والذي كان يعبر على أزمة دولة الوحدة وعلى أزمة الهوية الوطنية. لا. في الواقع، لأن الدولة الوطنية لم تفي بوعودها، وعود الاستقلال ووعود السيادة، وخصوصا الوعود الاجتماعية، وعود الرفاه ووعود تمكين المواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. ومع انهيار المشاريع الوطنية والاجتماعية، رأينا الارتداد للنزاعات القائمة على الأسرية وعلى الطائفية وعلى القبلية وعلى الجهوية، وبدأ أن الناس يستعيدون هذه النزاعات لحماية أنفسهم من جهة، وكتعبير على إفلاس المشروع الوطني الذي رغم طموحاته الكبيرة كانت أدواته ليست بنفس المستوى. وكانت التجربة الوطنية تفتقر خصوصا بالديمقراطية، وتفتقر إلى البعد الاجتماعي، حيث غلبت الشعارات الوطنية على المضمون الاجتماعي للدولة في الواقع. نعم، يعني إذا كنا أمام أزمة سياسية معقدة واجتماعية أيضا، وربما أزمة متعلقة بالهوية. ابقيا معنا ضيفي العزيزين، تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة نادية عبد الله الناشطة في ثورة الشباب السلمية. مساء الخير أستاذة نادية. مساء الخير، اهلا بك يا استاذ. وعيد فبراير على الجميع ان شاء الله. علينا جميعا ان شاء الله عيد فبراير مجيد لكل اليمنيين. لو عدنا بالذاكره قليلا استاذه ناديه، لما قبل ثوره الشباب، برايك هل كانت الاحداث تقول ان ثوره اليمن قادمه؟ اعتقد انه تاخرت كثيرا ثوره فبراير، كان مفترض ان تقوم قبل هذا الوقت. ما كانت تعيشه اليمن من استبداد وظلم وفساد منتشر، والتحكم أو السيطرة على السلطة لأكثر من 33 سنة، كان على اليمنيين أن يخرجوا قبل هذا التاريخ. أعتقد أن ثورة فبراير تأخرت، كان المفترض أن نخرج قبل هذا التاريخ، ولكن الحمد لله أنه خرج الشعب وانتفضنا ضد الحكم الفاسد الذي كان يحكم اليمن. وللأسف مع مرور السنين اكتشفنا أنه نحن تأخرنا بهذا اليوم، وزادت إيماننا وقناعتنا أنه كان خروجنا في محله، وأنه قد تأخر عن 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 عن, عن نعم. الوقت المطلوب. أستاذة ندي، يعني هذا التأخر ربما كان لشعور اليمنيين بأنه لا جدوى، كان هناك حالة إحباط عامة بالنسبة لليمنيين، ولكن كانت المفاجأة بالخروج الجماهيري الكبير الذي حدث في ثورة فبراير. كيف تتحدثين عن هذا الخروج الجماهيري؟ هل كان يعني هذه المرحلة السوداوية التي تحدثت عنها، الضغط الذي عاشه اليمنيون، هو يعني السبب في الانفجار الجماهيري الذي شاهدناه؟ أكيد السيطرة على السلطة لأكثر من 33 سنة أولا، ثانيا الحروب التي عاشتها اليمن لأكثر من تقريبا 6 حروب في صعدة، أيضا الحروب حرب 94، الوضع الفساد المنتشر داخل الدولة من رأس السلطة إلى أسفل السلطة، الفساد الإداري المالي. اليوم نحن نعيش في العصر العشرين أو في القرن العشرين أو القرن 21، نرى العالم كيف يتطور، نرى دول العالم إلى أين أصبحت، نرى الدول التي بلا ثروات بلا إمكانيات
الغاز كيف أصبحت اليوم من تطور كبير جدا، ونحن الذي نمتلك النفط ونمتلك الغاز ونمتلك الثروة السمكية ونمتلك كل مقومات أو الموارد الطبيعية التي يمكن أن تنهض ونصبح من الدول الكبرى. للأسف نلاحظ اليمن كانت تغرق أكثر وأكثر، تغرق في حروب مفتعلة، جماعات تظهر هنا وهناك، جماعة الحوثي اليوم اكتشفنا بعد هذه السنوات أن من دعمها ومن ساندها ومن أوجدها في صعداء أوجدها علي عبد الله صالح، اكتشفنا القاعدة التي انتشرت وأصبحت اليمن هي كما يقال عنها في بعض أنها مصدر لتجمع القاعدة، وعرفنا اليوم أن جزء من القاعدة بدعم علي عبد الله صالح. اكتشفنا الكثير من المآسي التي تعيشها اليمن، ورأينا كنحن كشباب كيف أصبحت الدول، فكان يجب علينا الخروج لنصبح مثل هذا العالم، نعيش باستقرار برخاء بتطور بنهضة. كان يؤلمنا يوميا ما نشاهد من وضع زيادة خط الفقر، التعليم السيء، الصحة السيئة، كل عندما نقيس على جميع المستويات كان يجب أن نخرج بهذه الثورة، وفعلا جاء الربيع العربي في وقته دفعنا خروج الشعب التونسي والمصري، يعني أعطانا شعور أنه يجب حان الوقت أن نخرج ضد هذا النظام العائلي. للأسف اليوم تحالف هذا النظام العائلي مع نظام آخر سلالي إمامي ويحاول العودة إلى السلطة من جديد. نعم، إذا نادي يعني بطبيعة الحال لكل ثورات تفاصيل مهمة بسيطة سبقت الأيام الأولى أو اللحظات الأولى لتأسيس المخيمات في الساحات وللإعلان بوجود أو بولادة هذه الثورة. بطبيعة الحال ربما ذاكرتك تحتفظ ببعض هذه التفاصيل، هل حدثتنا عنها؟ طبعا أذكر قبل الخروج وقبل المخيمات كان يوميا أمر على ساحة التغيير، أمر على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب وأنتظر بفارغ الصبر متى ستكون هذه المخيمات، متى ستنطلق. كان عندي إيمان كامل أن هذه الثورة ستنجح وأن هذه الثورة ستستمر حتى تقتلع هذا الفساد، والحمد لله يعني إلى اليوم أنا أعتبر ثورتنا مستمرة وثورتنا تتجدد. كنت أتمنى أن تظل سلمية وأن تحقق أهدافها بالطريقة السلمية، لكن للأسف النظام السابق وتحالفاته مع الجماعات السلالية دفعت شباب الثورة إلى استخدام السلاح ودفعت إلى حدوث ما يحدث اليوم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك نادي عبد الله الناشطة في ثورة الشباب السلمية، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك أستاذ باسم، يعني كنت رصدت لبعض المحطات، وصلنا إلى ربما 2007 وبداية الحراك السلمي والذي كان ربما الجميع يعني يعلق عليها أنه الامتداد الحقيقي لثورة فبراير. تحدثنا عن هذه النقطة، ولكن أسمع منك هذا الحديث بعد الفاصل. ابقى يا معنا أستاذ أستاذ باسم إلى أن نعود بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ضيفي الأستاذ معن والأستاذ باسم. كنت عندك الأستاذ باسم، يعني هناك تراكم ثوري بدأ بالحراك الجنوبي، أود أن تحدثنا كيف لعب هذا الحراك دورا على صعيد الوعي الثوري اليمني بشكل عام. أولا أريد أن أقول بأن فكرة الثورة السلمية هي فكرة قديمة ربما تمتد إلى التسعينات، هذه فكرة هي فكرة شبابية يعني تحديدا بدأت تتشكل هذه الفكرة وتنمو بشكل حذر في البداية. حاولت الأحزاب السياسية أن تقدم عروض للنظام السياسي فيما يتعلق بشكل التغيير في منظومة النظام السياسي، لكن النظام رفض كل هذه الأفكار والطروحات التي قدمتها القوى السياسية لإحداث التغيير، الأمر الذي أدى إلى اتساع مفهوم وفكرة الثورة الشعبية وتمددها بشكل كبير جدا وانتشارها بشكل واضح. كانت أخطاء النظام السياسي هي تغذي فكرة الثورة الشعبية السلمية في البلاد. كان الجنوب أكثر يعني تهيئة من الشمال فيما يتعلق بمسألة الثورة الشعبية وإمكانية تفجير انتفاضة أو ثورة شعبية نتيجة الأخطاء التي ارتكبها النظام السياسي في الجنوب منذ حرب 94 الظالمة التي سرحت الآلاف من الموظفين في الجنوب من أعمالهم وأقصت أيضا الآلاف يعني وأدت إلى نهب الأراضي والثروات الجنوب، الأمر الذي خلق حالة من الرفض الشعبي داخل الجنوب لكل هذه الممارسات. هذه الحالة تكونت وتطورت إلى
التفكير بانتفاضة شعبية. هناك أيضا إرهافات كبيرة جدا مر بها الحراك الجنوبي وصولا إلى فكرة الثورة السلمية. كانت هذه الفكرة قد نضجت بشكل كبير جدا في 2007 وتحول تحولت يعني من حالة انتفاضات غير مرتبة وغير منظمة إلى حالة الفكرة الثورية المنظمة في الحقيقة، وانطلقت من 2007 من ساحة الحرية في قور مكسر، ومثلت هذه الثورة انعطافة حقيقية في المشهد السياسي اليمني بشكل كبير جدا، وكانت لها أصداء كثيرة جدا في أنحاء متفرقة من البلاد. هذه الثورة في الحقيقة وضعت النظام السياسي في مأزق كبير جدا، ويعني ولم يتعامل هذا النظام السياسي مع هذه الثورة بمنطقية ويستجيب للمطالب التي رفعت في بداية هذه الانتفاضة الشعبية أو الثورة الشعبية، بل ذهب إلى تعميق الأزمة في الجنوب بشكل كبير جدا، ومراكمة الأخطاء السياسية في الجنوب، واستمرار عملية المظالم في يعني في الجنوب، الأمر الذي أدى إلى انتقال هذه الثورة السلمية من المطلب الحقوقي إلى المطلب السياسي. كل هذا العمل وكل هذا المخاض الثوري الذي حدث في الجنوب كان الشمال ينظر إليه بحالة من الترقب والتوجس، وبدأت فكرة الثورة الشاملة في اليمن تنمو بشكل كبير جدا بعد انطلاق ثورة الحراك السلمي. حاول النظام السياسي أن يضرب فكرة الثورة الشاملة وأن يمزق وينهي فكرة الثورة السلمية في البلاد. حاول أكثر من مرة لكنه فشل في الحقيقة. ظلت فكرة الثورة السلمية الشاملة تنمو لدى المفكرين ولدى المنظرين ولدى الشباب في الحقيقة الذين يعني غضروا وطرحوا أفكار هذه الثورة الشعبية السلمية. في الحقيقة فشل النظام في التصدي لهذا المد الثوري في الجنوب، والذي أدى إلى يعني إشعال ثورة شعبية في اليمن بشكل عام، يعني أيضا تفوقا مع انطلاق ثورة الربيع العربي في الوطن العربي. كان الوضع في اليمن بشكل عام مهيئ لانطلاق ثورة شعبية شاملة بسبب الأخطاء السياسية التي ارتكبها هذا النظام، وبسبب الأخطاء هذه أصبح المشروع الوطني الذي حلم به اليمنيون مهدد بالتمزق والتشظي، وأصبح النسيج الوطني في اليمن في البلد يعاني من أزمة تصدع كبيرة جدا. هذه المخاوف وهذا القلق على هذا المشروع الذي دفع اليمنيون تضحيات كبيرة في الوصول إليه، دفعهم فعلا إلى التفكير والانصهار في بوتقة فكرة الثورة السلمية الشاملة. جاءت فكرة الربيع العربي والشارع اليمني شمالا وجنوبا مهيئ بشكل كبير جدا لانطلاق ثورة شعبية شاملة في البلد، وهذا ما حدث في 2011 في الحقيقة عندما انطلقت الثورة من مدينة تعز، وهي القلب النابض لهذه الثورة الشعبية السلمية الشاملة التي امتدت في أكثر من 20 محافظة. نعم يعني قبل أن نتحدث نعم يعني الحديث عن الحراك السلمي، أود أن أسمع أيضا من الأستاذ معن برأيك. أستاذ معن، هل الحراك السلمي الجنوبي كان مقدمة طبيعية فعلا لثورة 11 فبراير؟ الحراك الجنوبي كان في مستوى معين تعبير على أزمة الدولة الوطنية، نعم، وكان تعبير عن أزمة النظام السياسي. كانت تجليات الأزمة الوطنية الشاملة موجودة في كل المستويات، وكانت الأوضاع الاقتصادية خصوصا قد شهدت تدهورا كبيرا، وعرفت اليمن ما يمكن أن نطلق عليه ثورتين أو انتفاضتين شعبيتين في العامين 98 و2005. في 2005 وعلى ضوء رفع الأسعار وتحرير أسعار البترول سقطت صنعاء عمليا في يد الجماهير الثائرة، واضطرت نظام علي عبد الله صالح لاستخدام الطائرات الهليكوبتر والدبابات لسحق الانتفاضة التي كانت في الواقع قد احتلت أغلب الشوارع الرئيسية في العاصمة.
كان هذا البعد الاقتصادي في جوهر الأزمة وفي جوهر أزمة شرعية النظام السياسي، لأنه الدولة الوطنية في اليمن كان وعدها الأساسي ووعد الرقي الاجتماعي، مش ليس فقط ثورة 14 أكتوبر في الجنوب، حتى في الشمال كان الجيش والمدرسة هما وسيلة ارتقاء اليمنيين في السلم الاجتماعي من خلال الوظيفة العامة المدنية والعسكرية، وكانت هذه قد أقفلت، وكان خريجي الجامعة يأخذون أماكنهم في رصيف البطالة بدلا من أن يجدوا طريقهم لسوق الشغل، وكانت الوظيفة العامة أيضا لم تعد تلبي حاجات الناس برواتب هزيلة وانهارت الخدمات العامة. وطبعا الحراك الجنوبي كان يحمل بعدا آخر إضافة إلى انهيار الأوضاع المعيشية بشكل كامل في اليمن وتدهور الأوضاع الاقتصادية. الناس في الجنوب كان لديهم تقاليد اجتماعية أخرى، كانت الدولة الوطنية دولة الاستقلال في 30 نوفمبر 67 والتي اختارت خيارات بين قوسين اشتراكية وهي رأسمالية الدولة، قد أمامت كل الفضاء الاقتصادي وكل الملكية العامة وكل الملكية الخاصة، واستبدلت هذه الملكية بملكية عامة تجعل من خلالها الدولة هي التي تدير الاقتصاد وهي التي توزع حاجات الناس وتلبي حاجاتهم الأساسية. وبالتالي الخيارات الاقتصادية للنظام ما بعد 90 و94 كان أثرها في الجنوب أثرا ساحقا ومدمرا، لأنه في الواقع المجتمع في الجنوب كان قد حرم من كل ملكية، ولكن هذه الملكية التي أخذتها الدولة في 30 نوفمبر 67 تم الاستيلاء عليها من خلال المحاصصة، سواء تجار أو مسؤولين أو مشايخ فاسدين، طبعا هما من الشمال والجنوب، لكن طبيعة تركز السلطة في الشمال جعلت الناس يرون في ذلك عدوانا شماليا، بينما هو في الواقع عدوان لعصبة صغيرة فاسدة ولطبقة سياسية واقتصادية في الواقع. حتى التجار الذين يبدون في العادة من خلف الصورة كانوا مساهمين أساسيين في تدمير الاقتصاد وفي تدمير حياة الناس. الوضع في الجنوب كان أكثر مرارة، لأنه إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المأساوية كان يحمل يعني شعور بالغبن، لأنه الهوية الوطنية التي تأسست في الجنوب على أنقاض أكثر من 25 سلطنة ومشيخة، والتي رفعت في الواقع شعار وهدف الهوية الوطنية اليمنية الجامعة، كانت قد تعرضت إلى ضربة وشعر الناس بالخيانة، ورأينا الارتدادات السلبية في الواقع لهذا الحدث. كانت الأزمة مركبة إذن بالنسبة للحراك الجنوبي، ليست الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشمل الوطن اليمني بشكل عام، لكن أيضا مسألة الهوية الوطنية، وهكذا أعيد طرح هوية البلد للنقاش مرة أخرى، وهذا ما ساعد أيضا فيه ظهور التيارات القبل وطنية في أربع جهات اليمن مع سقوط مشروع الوطنية اليمنية. نلاحظ انخفاض حتى في المقاومة الشعبية اليوم للأسف الشديد، نلاحظ انخفاض شعارات الهوية الوطنية الحديثة الاجتماعية التقدمية بالمضامين الإنسانية لمصلحة شعارات جوفاء، بعضها جهوي وبعضها طائفي وبعضها مناطقي، هي مفهومة بالنسبة على مستوى الناس البسطاء، لكنها تعبر عن انهيار في الواقع المشروع الوطني. وكانت ثورة فبراير في معنى معين استعادة للحاجة للهوية الوطنية وحتى للبعد القومي وللبعد الإنساني في المجتمع اليمني، ورأينا اليمنيين يتوحدون مرة أخرى في الواقع في الساحات التي كثرت الفروقات الطبقية والفروقات الجهوية والفروقات القبلية. فالأزمة في الجنوب والأزمة التي مثلها الحراك كانت أزمة مركبة اجتماعية ووطنية. نعم، إذن أنقل هذه الأفكار لضيفي الأستاذ باسم. أستاذ باسم، يركز الأستاذ معن على التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع الصحية أيضا التي كانت ربما هي تشمل البلاد أجمع، ولكنها تركزت بصورة أكبر في الجنوب مع شعور بالغبن كما وصفه، يعني لغياب الهوية الوطنية التي تعرضت لضربة التي يعني أريد لها أن تغيب تحت ظل هوية يمنية جامعة، ولكن للأسف يعني كما قال تعرضت
لضربة فأفقدت الكثير يعني من حماس اليمنيين في الجنوب لهذه الوحدة. هناك أيضا يعني سؤالي، هل برأيك كل هذه الأسباب تزامنت مع أيضا يعني أفكار ورؤى النخب السياسية هناك، أم تجاوزتها وصنعت يعني ما حدث من توحد كما تحدث الأستاذ مان في الساحات؟ في الحقيقة أولا أقول بأن الحراك الوطني الحراك الجنوبي هو حالة إلهام لثورة الربيع العربي في الوطن العربي بشكل عام، وليس فقط لثورة 11 فبراير. وفي الحقيقة يعني ما حدث في الجنوب أدى إلى حدوث هذا التراكم الكبير جدا من حالة النضال التي بدأت في الجنوب منذ وقت مبكر، بدأت منذ ما بعد حرب 94 واتخذت أشكال مختلفة جدا حتى وصلت في الأخير إلى حالة الثورة الشعبية السلمية في 2007 في الجنوب. فعلا الأزمة كانت في الجنوب عميقة بشكل كبير جدا، وهددت بشكل كبير جدا الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي في البلاد. شعر الجنوبيون بأن دولة الوحدة تخلف عنهم بشكل كبير جدا، وأصبحوا يعني أصبحت الجنوب مجرد يعني بقرة حلوب لهذا النظام السياسي. شعر الناس بخوف وقلق تجاه المستقبل في الحقيقة الذي بدأ قاتما في الحقيقة، الأمر الذي دفع الحراك الثوري في الجنوب إلى التعبير بأشكال مختلفة عن خياراته السياسية في الحقيقة. لكن هذا لم يمنع حالة الهم المشترك الذي بدأ ينسج خيوطه من الجنوب إلى الشمال، وبدأت يعني وظلت فكرة الثورة الشعبية الشاملة ضد هذا النظام السياسي تعمل وتحرك في الساحة الجنوبية. وهناك كثير من القوى السياسية عملت على هذا المشروع منذ وقت مبكر. الحراك الجنوبي كما قلت كان حالة الإلهام لثورة الربيع العربي وإحداثر فبراير، وكان منطلقا حقيقيا لما يحدث الآن من تحول سياسي في المشهد اليمني بشكل عام. الثورة هذه عادت الاعتبار في الحقيقة للنسيج الوطني الذي يعني عمل هذا النظام على تمزيقه بشكل كبير جدا حتى يضمن عدم انطلاق ثورة شعبية شاملة تسقطه من كرسي الحكم. في الحقيقة يعني المقاومة الشعبية التي نشاهدها اليوم يعني ممتدة من الجنوب إلى الشمال هي نتاج ثورة الحراك السلمي الجنوبي ونتائج ثورة 11 فبراير. نحن راهنا كشباب ثورة منذ اليوم الأول بأن ثورتنا الشعبية وأن الثورة السلمية ستؤدي إلى توحيد الفكرة وستجعل المعركة في اليمن هي معركة واحدة ضد هذا النظام المستبد الذي يحاول أن يباعد بين اليمنيين ويمزق يعني النسيج الثوري لهذه الثورة. لكنه فشل في الحقيقة. جاءت المقاومة الشعبية يعني متراكمة ومتسابقة مع نظارات اليمنيين في 2007 و11 فبراير لتؤكد بأن النسيج الوطني في اليمن بدأ يتعافى بشكل كبير جدا، وبدأ اليمنيون يقودوا معركة مشتركة وواحدة ضد هذا النظام المستبد الذي انقلب ليس فقط على ثورة 11 فبراير وإنما أيضا على نضالات الحراك الجنوبي في جنوب البلد. ويعني يعني كانت حرب 2015 هي إجهاض أيضا للحراك الجنوبي كما كانت إجهاض لمشروع الثورة السلمية. لكن اليمنيون التقطوا هذه الفرصة وتوحدوا في مشهد
يعني جماهيري، مشهد شعبي يعني وطني ليس له مثيل في الحقيقة. وانطلقت المقاومة الشعبية ضد هذا النظام لتؤكد بأن الثورات التي انطلقت في اليمن في 2007 و2011 إنما كانت في الحقيقة يعني في فكرتها الرئيسية إنما تستهدف هذا النظام المستبد الذي عمل على يعني تدمير وتحطيم مشروع الدولة الوطنية في البلاد بشكل عام، بصرف النظر عن الشعارات السياسية التي كانت ترفع هنا وهناك. اليوم اليمنيون أصبحوا كتلة واحدة ووحدوا معركتهم ضد هذا النظام السياسي الذي فعلا يعني ظلم اليمنيين جنوبا وشمالا، وإن كان الوضع في الجنوب كان أعمق بشكل كبير جدا. اليوم نرى هذا التلاحم الكبير هو تراكم ورصيد كبير لنضالات اليمنيين المستدة خلال العشرين السنة الماضية. وفي الحقيقة نحن اليوم نشعر بحالة من السهو كشباب الثورة، نشعر بحالة كبيرة جدا، وفوتنا الفرصة على النظام السياسي المستبد الذي أراد أن يمزق النسيج الاجتماعي وأن يضرب الوحدة الوطنية في العمق. وما وصلت الفكرة أستاذ باسم. نعم نعم وصلت الفكرة. انتقل بسؤال أخير لك أستاذ معن في دقيقة، أنت كرمت. يعني برأيك، يعني هناك من يقول إن فقدان الثقة التي توسعت بين الشعب والسلطة وأيضا بين الأحزاب السياسية المعارضة والسلطة هي ما دفعت بالجماهير إلى الخروج لميلاد هذه الثورة في الساحة، تساوت بين ربما فئات المجتمع بهذا الشكل. من ناحية كانت الثقة قد انهارت، ومن ناحية كانت قدرة الدولة والنظام السياسي على تقديم الخدمات قد تراجعت. نعم. والخوف في الواقع من النظام كان قد تراجع لأسباب مختلفة، منها الصراع الذي كان موجود في الطبقة الحاكمة وفي رأس الطبقة الحاكمة، والانشقاقات التي بدأت تظهر على العصبة العسكرية المسيطرة على مقاليد الأمور. وهذه الأمور مجتمعة مع الاعتقاد الاجتماعي ومع الفقر المتزايد والتهميش، كلها مجتمعة وفي سياق عربي متفجر وفي سياق عالمي يشهد أزمة عالمية اقتصادية. كل تلك الأسباب ساهمت ودفعت لانفجار ثورة 11 فبراير. نعم. إذا شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، أستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس، وأيضا الأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات الاستراتيجية والإعلام، أيضا كنت معي عبر سكايب من عدن. كما كان يعني هو الشكر للأستاذة نادية عبد الله التي شاركتنا عبر الهاتف، وهو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.